يا ربي، اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا بديع السماوات والأرض، أنزل علينا رحمتك وحبب إلينا طاعتك، واستجب لنا ما نعجز عن قوله. أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلوبنا ولا نعرف كيف نرفعها إليك. ربي، أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وسخر لنا من الأقدار أجملها، ومن السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن حوائج الدنيا ما يرضيك عنا، وارزقنا الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعل لنا يوم الجمعة نورا، وظهره سرورا، وعصره استبشارا، ومغربه غفرانا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.